ورجعنا تاني بعد التقرير اللي دمه خفيف جدا ده، قالش السلام عليكم والقلش ماسكه. يعني هو القلش بيتهيألي هو انا اعرف القلش في الكوره، اما واحد يجي يشوط كوره تقلش يقولوا قلش، لكن انا اول مره اعرف. بمناسبه بقى الكوره، احنا معانا مداخله مهمه. الو 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 الو، ايوه مساء الخير. مساء النور. ازيك يا دكتوره؟ اهلا وسهلا دكتور. كابتن احمد. ازيك كابتن احمد؟ اهلا بحضرتك. ازيك كابتن احمد؟ ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ الله يبارك. كابتن احمد عبد الحليم مدير الكره في مدير الكره في نادي الزمالك، حيث انا زملكاوي. الله يبارك فيك يا دكتور، منورنا. ازاي حضرتك؟ القلش، هنتكلم عن القلش. هو القلش ده يعني هي كلمه طبعا مستمده من كره القدم. ايوه طبعا. انا شايف ان الشباب اليومين دول بيستخدموها كتير قوي على 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 حاجه مثلا ممكن تكون ايه، مش كويسه مثلا او حاجه، فبيقولوا عليها قلش. وهي عموما في كره القدم برضو القلش دي كلمه مش جيده في كره القدم. يعني يقول لك ده لعيب قلاش. يعني ايه؟ يعني هو بيبقى قصده يلعبها وما بتجيش، او بتيجي في جزء من بتقلش بتروح في مكان تاني. بتقلش. فبيقولوا عليه بيقلش. يعني زي بيحاول يستخف دمه مثلا وتطلع منه النكته بايخه. ما ايوه بالظبط كده. بس يعني منبع كلمه القلش يا كابتن، منبع كلمه كرة القلش القدم دي مصدرها يعني من الكوره. ان لعيب كوره لا يوفق في انه بيشوط مثلا بينالتي، بيشوط كورنر او حاجه، فتقلش منه الكوره. او مثلا يا دكتور، المهاجم والكره اترفعت له وجاي يلعبها في الجول، قام اتخبطت، بدل ما يلعبها بوش رجله خبطت في جنب رجله فقلشت منه. يقول قلشت منه. طب يا كابتن، عمر حضرتك حصل لك قلشه كده وانت بتلعب؟ طبعا. ايه قول لنا حاجه كده. انا مره في ماتش اهلي وزمالك وضيعت بنالتي، كانت النتيجه 1-1 وفي اخر ثانيه في الماتش. هو انت يا دكتور؟ هو انت يا استاذ احمد؟ قلشت في واحده، واخد بالك ازاي؟ وطلع الماتش تعادل 1-1. يلا حظهم كويس بقى. طمني على الفريق عامل ايه؟ والله الحمد لله احنا مسافرين ان شاء الله بعد بكره. ان شاء الله باذن الله هنلعب المباراه الثانيه الافريقيه. احنا طبعا كسبنا هنا 2-0. النتيجه طبعا في عرف كره القدم نتيجه جيده. الحمد لكن لله. طبعا ما يبقاش في استهانه، وده اللي احنا وصلناه للعيبه، وان شاء الله نعمل حاجه كويسه هناك ان شاء الله. باذن الله يا كابتن موفقين، وترفعوا راس مصر ودايما كده ان شاء الله انتصارات. يعني بالتوفيق ان شاء الله يا كابتن. شكرا يا دكتور. اتفضل. انت زملكاويه زيي ولا انا بس؟ انا بشجع اللعبه الحلوه. حاسس انا لوحدي اللي زملكاوي. لا لا لا، ازاي؟ لا ده يعني الزمالك ده فريق عريق، انا بشجع اللعبه الحلوه. طيب عامه. ماشي، اجابه كويسه، اجابه دبلوماسيه جدا. طب دكتور اشرف، قول لي، مفيش حاجه قلشت منك قبل كده وانت بتمثل؟ كتير. زي وانت بتمثل ايه موقف قلش منك؟ يعني جيت تحاول بقى تجود في المشهد، زي ما بيقولوا يعني ايه، جودت لما انفرت؟ لا كتير. يعني قول لي كده موقف مش فاكر ولا حاجه. لا، كنا في فيلم طباخ الرئيس. كان في مشهد جايب لنا فول وبناكل فول، والمفروض كل واحد فينا بيلاقي زلط في الفول، فانا نسيت. فكلت؟ لا، عملت ستوب من غير ما اقصد. يعني قلت ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، ترى هو المفروض المشهد قايم على كده، ان المفروض في زلطه وفي، ايوه ده المشهد اللي هم كانوا كلهم على الترابيزه مع بعض وكانوا بيدوقوا الاكل، فعمل ستوب وقعدوا زعقوا مش احنا متفقين. قلت لهم نسيت بقى، قلشت مني واحنا النهارده معانا موضوع